السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طلابي الأعزاء، أرحب بكم جميعا في درس جديد من مدرسة تطوير الإلكترونية التي تطلقها شركة تطوير الخدمات التعليمية، آملين لكم تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدروس وقضاء أجمل الأوقات معنا. درسنا لهذا اليوم للصف الخامس ابتدائي، المادة علوم، الفصل الدراسي الثاني. عنوان هذا الدرس حل بعض أسئلة الكتاب في صفحة 178 و181 من إعداد أستاذنا الأستاذ رائد المالكي ومن تقديم ثامر المطرفي، فأهلا وسهلا بكم جميعا. من أهداف درسنا لهذا اليوم أن تتأكد من فهم محتويات المقرر الأساسية لما سبق، وأيضا أن تتدرب على حل الأسئلة المتعلقة بالمقرر والقدرة على بناء المهارات لفهم الأسئلة. لنبدأ درسنا لهذا اليوم. أسئلة الكتاب الموجودة في صفحة 178، أكمل كل من الجمل التالية بالمفردات المناسبة. عندي هنا يا أولادي اللي باللون الأسود، هذه كلها عبارة عن مفردات، نبغى نأخذها ونضعها في داخل هذه الجمل. لنبدأ أول هذه الجمل، لنبدأ هذه الجمل بأول فقرة، وهي: تتكون فراغ من سلسلة من التباغطات والتخلخلات خلال انتقالها في الأوساط المادية في الوسط المادي. كلمة وسط مادي أخذناها يا أولاد، تتذكرون؟ قلنا وسط مادي يتكون من ثلاث أشياء. الوسط المادي مثل إيش؟ الوسط المادي يا أولادي تقولي كده في الشات، أشوف الناس المشاركة فكروا معايا. خلال انتقالها في الأوساط المادية مثل السائل، الصلب، الغاز، ممتازين. تنتقل من خلاله هذه التباغطات والتخلخلات. ساعدكم زيادة، هي يا موجات الصوت أو انعكاس الضوء. ها يا أولادي، هل هو موجات الصوت أو انعكاس الضوء؟ ممتازين ممتازين. اللي هو ماذا؟ اللي هو موجات الصوت. تتكون موجات الصوت من سلسلة من التباغطات والتخلخلات خلال انتقالها في الأوساط المادية. طيب، ننتقل للفقرة الأخرى. نشاهد خيالنا في المرآة بسبب ماذا يا أولادي؟ خيالنا في المرآة بسبب، هاي أولادي شوف كذا الناس اللي تابع، كلمة تتذكرون ارتداد، الارتداد عن الأسطح، وقلنا أنه أغلب الضوء الذي يصل إلى أعيننا هو ضوء منعكس عن الأجسام، ونشاهد مثلا صورتنا في المرآة. إيش سميناه يا أولادي؟ هل هو انكسار الضوء أو انعكاس الضوء؟ ها يا أولادي، ممتازين ممتازين، سميناه ماذا؟ انعكاس الضوء، يسمى بانعكاس الضوء. ننتقل للفقرة الأخرى. انعكاس الموجات الصوتية في اتجاه المتكلم ماذا نسميه؟ ها يا أولادي، ماذا نسميه؟ انعكاس الموجة الصوتية في اتجاه المتكلم، تذكرون قلنا انه شيء يتكرر سماع الصوت، اذا تكرر سماع الصوت ايش نسميه؟ قلنا انه اذا تكرر سماع صوتك، اذا كنت تتكلم وتكرر هذا الصوت الذي بسببه او بسبب انعكاس الموجات الصوتية فتسمع هذا الصوت بالتكرار، ماذا نسميه؟ هل هو التردد أو الصدى؟ يلا يا أولادي، هل هو التردد أو الصدى؟ ممتازين، نسميه ماذا؟ الصدى، يسمى بماذا؟ بالصدى. طيب، ننتقل للفقرة الأخرى. عدد مرات اهتزاز جسم ما خلال ثانية واحدة ماذا نسميه يا أولادي؟ هاي يا أولادي، ماذا نسمي اهتزاز الأجسام خلال الثانية الواحدة؟ قلنا أن الموجات الصوتية التي تصل إلى
الأذن بعضها تقترب فيها التضاغطات والتخلخلات بعضها من بعض فيزداد حاجة. واحدة من هذه العبارات تزداد ونميزها من خلال طبعا حدتها. وأيضا أخذنا في موضوعها اللي هو وحدة قياسها الهيرتز التردد، ممتازين، تسمى بالتردد. طيب ننتقل للفقرة الأخرى، الأجسام التي تسمح بنفاذ معظم الأشعة الضوئية من خلالها ماذا نسميها؟ الذي يسمح بنفاذ معظم الأجسام الضوئية، ها يا أولادي تذكرون معنا الأجسام الشفافة مثل الزجاج، مثل الزجاج يسمح بمرور الضوء من خلاله، ماذا نسميها؟ هل هي أجسام المعتمة أو الشفافة؟ ممتازين، اللي هو الجسم الشفاف، ومثل من الأمثلة عليه الزجاج. انحراف الضوء عن مساره يسمى بماذا يا أولادي؟ انحراف الضوء عن مساره، تذكر في موضوع الضوء أخذنا أن الضوء إذا انحرف عن مساره هذه الظاهرة قلنا تحدث عند انتقاله بين وسطين مختلفين، يعني وسطين مثلا شفافين مختلفين مثل الماء والهواء. إذا وضعنا المرسمة تتذكرون يحدث ماذا للمرسمة؟ وأيضا للضوء، إذا وضعنا الضوء داخل كوب في ماء ماذا يحدث لهذا الضوء؟ ممتازين، تسمى بانكسار الضوء. انكسار الضوء يحدث بين وسطين مختلفين شفافين. جزء من موجات الضوء المتباينة التي يمكن مشاهدتها بعد تحليله ماذا يسمى؟ قلنا انه جزء من الضوء المختلفة يمكن مشاهدتها، قلنا انه بدأ عالم من العلماء اسمه نيوتن وحلل الضوء عندما اسقط اشعة الشمس على المنشور الزجاجي واعطاه ماذا؟ اعطاه الوان، سبعة الألوان، ايش سميناه يا أولادي؟ ممتازين، سمى بالطيف المرئي، يسمى بالطيف المرئي. أخيرا، لا يمكن رؤية الأشياء الموضوعة في صناديق خشبية، لماذا؟ ها يا أولادي، ايش سمينا الجسم الذي لا ينفذ الضوء من خلاله؟ قلنا انه لا ينفذ الضوء لأنها تمتص الضوء هذه الأجسام ولا ينفذ الضوء من خلالها، جسم ماذا؟ الجسم المعتم، اللي هي الأجسام المعتمة. تعتمد نظارات أو النظارات الطبية على مبدأ، هل هو انعكاس الضوء، انكسار الضوء، اختلاف الطول الموجي للألوان أو امتصاص الضوء؟ ها يا أولادي، أو امتصاص الضوء، تذكرون معنا هذه النقطة، قلنا أننا نستخدم فيها العدسات الطبية الأحد المحدبة والمقعرة والمستوية، قلنا أن المقعرة تفرق الأشعة والمحدبة تجمع الأشعة الضوئية. فالنظارة على ماذا تعتمد؟ هل هو على الانعكاس أو الانكسار؟ ها يا أولادي، على مبدأ ماذا؟ مبدأ انكسار الضوء، مبدأ انكسار الضوء. طيب، جميع أنواع العدسات تعمل على تجميع الأشعة الساقطة عليه، العدسة المحدبة والمقعرة والمستوية، يقول لك جميع هذه العدسات تعمل على أنها تجمع الأشعة التي تسقط عليها في نقطة مثلا واحدة. هل هي صحيحة هذه العبارة أو خطأ يا أولادي؟ العبارة هذه ماذا؟ خاطئة. لماذا خاطئة يا أولادي؟ لأن هناك عدسات مثل
هذه ايش نسميها؟ مقعرة. ايش سوت بالضوء يا اولادي؟ شوف الضوء يسقط عليها، فرقته. طيب هنا العدسة المحدبة ايش عملت بالضوء؟ جمعته في نقطة واحدة. فإذا ليست العدسات تعمل فقط على تجميع الأشعة، بينما هناك منها زي المقعرة تجعل الضوء يتفرق. طيب الصوت الأصلي يكون أعلى من الصدى. الصوت الأصلي مثل صوتنا الآن اللي احنا نتكلم عنه تسمعوني أنتم، يكون أعلى من الصدى لأن جزء من طاقة موجات الصوت الأصلية يحدث لها انعكاس أو امتصاص أو تضاغط أو تضاعف. ها يا أولادي في موضوع الصدى، أيوة، قلنا إنه مثلا جدران الغرفة تتذكرون قلنا إيش تسوي جدران الغرفة مثلا وأنت تتكلم؟ ها يا أولادي تتذكرون في هذا المثال في الصوت أن جدران الغرفة تمتص الصوت، يعني جزء من انعكاس الموجات الصوتية جزء منه يحدث عملية امتصاص، ولذلك لا يكون الصدى علوه بنفس ماذا؟ علو الصوت الأصلي. فماذا نسميه إذا قلنا أن الجدران تمتص الصوت؟ امتصاص. إذن لأن جزء من طاقة الموجات الصوتية الأصلية تمتص. طيب يا أولادي أي الأشكال التالية تعبر عن الظل وموقع الظل بصورة صحيحة؟ عندي هنا يا أولادي لاحظوا معي ألف باء جيم دال. شوفوا هنا الدائرة هذه الصغيرة عبارة عن شمس. شوف الدائرة اللي هنا اللي هي مصدر ضوء، لو قلنا شمس أو ضوء بشكل عام ضوء، وهنا عندي ضوء وهنا النقطة الصغيرة هذا الضوء، وهنا يا أولادي جدار، ها يا أولادي جسم، وهنا الخط الأسود العريض هو الظل، الأسود العريض هو الظل. فأي العبارات التالية تظهر موقع الظل بصورة صحيحة؟ ها يا أولادي هل عندما يسقط الضوء بشكل عمودي على الجسم يظهر الظل بهذا الشكل، أو عندما يكون بهذه الزاوية ويسقط على الجسم يكون الظل قدامه، أو أيضا عندما يسقط الضوء على هذا الجسم بهذا الشكل يكون الظل بهذا الشكل، أو عندما يسقط الضوء على هذا الجسم ويكون الظل خلفه؟ هاي يا ولادي. إذن الجواب ممتازين باء. لماذا باء؟ لأن الظل خلف الجسم، خلف الجسم، فهذا الموقع الصحيح لهذا الظل. بكذا انتهى درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم التوفيق والسداد، وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.